فين حلوه قوي. ايه رايك؟ لك احلى بطاطين والله يا جماعه. الله ينور عليك والله يا جماعه بجد، يعني الناس دول عاملين حاجه لطيفه جدا وطعمها لطيف جدا، ولا ايه من رايك؟ ده اللي قصدي اهو. طب ما تردش عليا. ما هو مشغول مشغول. حلوه والله حلوه جدا. يعني خلنا عنا يعني شويه واديني معلقه لحد ما اديني العلبه. يعني الراجل الطيب لسه ما اكلش زبور. انا عمال اكل ده عشا معالي وانا واقف عمال ابص فينا يعني. تعالي كمان دي اصبر شويه جلتر بس بيتاكل. انا البتاع ده قلقني حاسس. عارف اللي هي الزماره اللي كنا الصفاره اللي كنا بنجيبها زمان؟ حلوه جدا. لا والنبي. اه والله خد. لا لا بس انا عايز ادوس بطاطا. ما انت يا سيدي هتاكل بطاطا. شد شد من الجنب من الجنب. شد انا معاك من الجنب عشان انا متنمي انا عشان كلها يعني. اديله منديل. والله جميله. خد منديل. والله العظيم خد منديل كمان عشان اللحواس. لا وانا عيالي هات يا طارق. عيالي لو شافوا اختراع زينا مش هي لا يقعدوا ياكلوه. لا كل يوم كل يوم هيبقى فوضى عليك. كل يوم نروح عندهم. انتوا موجودين في مصر الجديده؟ احنا دلوقتي بنتنقل في مناسبات وبنبقى جنبي. ايه ده في اكتوبر؟ جنبي. لا بنروح مناسبات بس اكتوبر. طب ما تعملوا الراجل الطيب ما تعملوا عربيه. هوبا ده بايس كريم.